السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ميزة الانتساب بتنزل تلقائيا من اليوتيوب مع تفعيل القناة وقبلها في المراجعة، وممكن تتأخر شوية ندوس على صورة القناة ثم ندوس على استوديو اليوتيوب، وطبعا اللي بيدخل من خلال الهاتف يدخل من متصفح جوجل مش من تطبيق اليوتيوب. ندوس على خانة تحقيق الربح، ندوس على الاشتراكات الداعمة، كان قبل كده على فكرة اسمها الانتساب، غيروا الاسم وبقت الاشتراكات الداعمة. بعد كده ندوس على التعرف على الخطوات التالية، هنلاقي 15% من المشاهدات عندي في القناة جاية من المشتركين و85% من المشاهدات من غير المشتركين. رأي اليوتيوب ان احسن حاجة او افضل حاجة يكون الانتساب فيها ناجح لما تكون مشاهدات المشتركين 25% من اجمالي المشاهدات للقناة. وصلنا نسبة الاكتمال 0%، واليوتيوب طبعا، وعلى فكرة اليوتيوب بينال 30% من رسوم الانتساب واحنا بناخد 70%، لكن في الحقيقة تقريبا بيوصل لنا النص اللي هو 50% علشان الضرائب اللي بيخصموها مننا في اليوتيوب. نبتدي خطوات تفعيل ميزة الانتساب، ندوس على بدء في اعداد مزايا الانتساب. انا بحب البدء من نقطة الصفر عشان اتحكم تحكم كامل في الاسعار وكده. ادوس على البدء من نقطة الصفر وابتدي اعمل المستوى الاول، وكل واحد او واحدة احرار في عمل المستويات والميزات، لكن انا بوريكم نموذج للاسترشاد. ندوس على تعديل المستوى، يظهر امامنا شارات الولاء والرموز التعبيرية. انا هسمي المستوى الاول باسم سبحان الله، وهو اليوتيوب مختار لي مصر سبب زي ما هي، وكل واحد او واحدة يختاروا بلدهم لو ما ظهرتش. بعد كده نختار السعر اللي احنا بنحدده، انا هنا هختار 25 جنيه، وبعد كده ادوس على اضافة ميزة، وادوس على سهم القائمة المنسجلة واختار اي ميزة موجودة، وكمان اعمل ميزة مخصصة غير موجودة في القائمة. ادوس على ميزة مخصصة واكتب في عنوان الميزة ذكر اسماء المنتسبين في بداية الفيديو، وفي مستطيل وصف الميزة اكتب، وطبعا كل واحد حر في اللي بيكتبه، بس لازم نلتزم بالكلام ده عشان نتجنب شكاوي المنتسبين. هكتب بقى في وصف الميزة يتم ذكر الاسماء بعد القاء السلام على المشاهدين عموما، وفي تعليمات الميزة اكتب على الاقل ذكر الاسماء في فيديو واحد شهريا. طبعا هيكون اكتر من فيديو لو حصل نصيب يعني وفي منتسبين، بس عشان ما نضمنش ظروف بعد كده فلازم ابقى في الامان. ثم ادوس تم، ثم ادوس على اضافة مستوى. بعد كده ادوس على تعديل في المستوى الثاني واسمي المستوى الحمد لله، والسعر اختاره 50 جنيه. والميزات طبعا في المستوى الثاني بتشمل الميزات السابقه في المستوى الاول، واضيف ميزات جديده. ادوس على اضافه ميزه واختار من القائمه عبارات شكر للمنتسبين، وفي وصف الميزه اكتب سيتم توجيه الشكر للمنتسبين، وفي تعليمات الميزه اكتب توجيه الشكر من خلال بعض الفيديوهات وبعض مشاركات المنتدى، وادوس تم. ثم ادوس على اضافه مستوى، ثم ادوس على تعديل المستوى، واسمي المستوى الثالث باسم الله اكبر، واختار السعر 100 جنيه. وطبعا المزايا تشمل المستويات السابقه، واختار ميزات جديده زي فيديوهات حصريه للمنتسبين، واكتب في عنوان الميزه فيديوهات حصريه للمنتسبين، واكتب في وصف الميزه فيديوهات حصريه مخصصه للمنتسبين فقط. في معلومات الميزه اكتب على الاقل فيديو واحد شهريا، طبعا ان شاء الله هيبقى اكتر من كده لو حصل نصيب. ثم ادوس تم. بعد كده اضيف مستوى رابع، هما في اليوتيوب بينصحوا بثلاث مستويات. بعد كده اضيف مستوى رابع، يعني ادوس على اضافه مستوى واكتب اسم المستوى لا اله الا الله، واختار السعر 375 جنيه، وادوس على اضافه ميزه واختار من القائمه مشاهده الفيديوهات الجديده قبل نشرها، وفي عنوان الميزه اكتب مشاهده الفيديوهات الجديده قبل نشرها، وفي وصف الميزه اكتب سيتم مشاهده الفيديوهات الجديده للمنتسبين على المنتدى، وفي تعليمات الميزه اكتب المشاهده ستكون قبل النشر ب 24 ساعه، وكمان اختار ميزه جديده من القائمه التواصل مع المنتسبين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وصف الميزه اكتب سيتم التواصل مع المنتسبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي تعليمات الميزه اكتب غالبا سيتم التواصل على الفيسبوك. ثم ادوس تم. بعد كده ادوس تالي فتظهر جميع المستويات امامنا، واعمل علامه صح المربع مع ملاحظه ان بعد الموافقه والمراجعه لا استطيع تغيير الاسعار الا اذا عملت مستوى جديد او حذفت مستوى، وطبعا لما نحذف المستوى في منتسبين بيتحذفوا هم كمان وبيتلغي الانتسابات. وادوس ارسال للمراجعه. في المستطيل الحوار اللي قصرنا ان المراجعه تستغرق حوالي 24 ساعه، ولو تمت الموافقه هنتمكن من تفعيل ميزه الانتساب. اعمل صح المربع، وطبعا الميزه لها شروط انها لا تخالف سياسات اليوتيوب عشان اتجنب انذارات ارشادات المنتدى او اغلاق الحساب او الغاء الانتساب. وعلم صح المربع وادوس على ارسال، هلاقي النسبه المئويه ارتفعت ل 17%. في تخصيص الميزات التلقائيه ادوس على بدء، وافضل اختار استخدام شارات يوتيوب العامه، وافعل الميزات الاختياريه او لا افعلها براحتكم، وترتفع نسبه الاكتمال ل 42%. بعد كده ادوس على بدء في الاعلان عن ميزه القنوات المنتسب اليها، يعني اعمل فيديو ترويجي للانتساب. ادوس على بدء، زمان كنا بنعمله من هنا لكن دلوقتي ادوس على تم، وبعد الموافقه في المراجعه ابقى اعمل الفيديو. بعد كده اعمل انشاء مشاركه عشان نرحب بالمنتسبين الجدد، ادوس على بدء واعمل مشاركه، يعني احمل مثلا صوره ثم اكتب عبارات الترحيب زي اهلا وسهلا ويا الف مرحب بالساده والسيدات منتسبين القناه. وهنا رجعت الاعلان عن ميزه القنوات المنتسب اليها، وعدلت الاختيار من ليس الان الى تم علشان ارفع نسبه الاكتمال، ونلاحظ ان الاكتمال اصبح 100%، وكمان هنلاحظ ان الموافقه جت بسرعه جدا، ولازم ادوس تفعيل، وهنا ادوس عشان اعمل الفيديو التقديمي على اضافه. طبعا بكون محمل الفيديو سواء كان علني او غير مدرج، ولي شرط كمان انه ما يكونش مخصص للاطفال، وكمان في شرط ثالث انه ما يكونش محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، يعني يكون محتوى حصري لينا احنا. وادوس على اختيار فيديو تقديمي، طبعا كنت محمل الفيديو على القناه واسمه فيديو الدعوه للانتساب للقناه، بخاطب في الجمهور عموما، وفي وصف الفيديو بدعو المشتركين والمشاهدين الى الاشتراك في ميزه الانتساب، وبوعد بتخصيص جزء من اموال الانتساب للتصدق لوجه الله تعالى لتكون في ميزان حسناتنا جميعا. انا بفضل اعمله غير مضرب وما فعلش الربح عليه، خلاص اخترته وادوس عليه، وعلم صح على المربع واوافق على الاحكام الوارده، والفيديو بيكون طبعا
زي ما قلنا قبل كده ملهوش حقوق طبع ونشر، يعني حصري ليك وليكي، ونلتزم بارشادات المنتدى وما نخالفهاش، وطبعا لا يتم عرض اعلانات عليه، يعني غير مفعل الرابط. اعلم على المربع وادوس تاكيد. خلاص كده تمام، وجرب شكل الانتساب على احد الفيديوهات عندي في القناه، وادوس على زر الانتساب. الحمد لله وظهر اهو، وكمان هيظهر الفيديو التقديمي وتظهر كمان مستويات الانتساب، ولو دوسنا على اي مستوى وبعد كده دوسنا على الانتساب من خلال بقى الفيزا الناس تنتسب في القناه. وفي النهايه شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.